نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على الصحافة الرياضية ونشوف ايه المستجدات. تعالى بقى من اخبار النادي الاهلي للصحافة الرياضية، وتحديدا عبر سكايب هيكون معانا دكتور عادل كريم الناقد الرياضي، وهنناقش اهم يعني الاخبار الرياضية في الصحف والمواقع، بنتكلم طبعا محليا وعالميا. وخلينا نبدا ونقول لا صباح الخير، مش نبدا من صدى البلد، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ عادل. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الفل على حضرتك، وبنسعد حقيقي وانت معانا ورايتك للصحافه. وخلينا نبدا كده تحديدا من صدى البلد، ويمكن صدى البلد وتالي في الجول برضو بيتكلموا عن نفس التوبيك او نفس المانشيت. يورجن كلوب كان بيصرح بيقول ليفربول لم يستحق الخساره من مانشستر يونايتد وهدف راشفورد تسلل. طبعا دي كانت الاحداث بالامس، وده كان المباراه، كانت مباراه طبعا يعني مش متوقعة إلى حد كبير. إزاي حضرتك شايف البداية الغير موفقة نقدر نقول لليفربول طبعا، وفكرة هنا برضو رحيل، يعني البعض فسر البداية دي غير موفقة بفكرة رحيل ساديو ماني على سبيل المثال، بعض الخلل اللي موجود دلوقتي في صفوف ليفربول اللي برضو أنا مش مقتنع قوي بالكلام دي أو بالملحوظة دي، لكن البعض تحدث بهذا الشأن إن كان ليه تأثير كبير جدا. فهل الكلام ده مظبوط أو حضرتك بتفسر ده إزاي أستاذ عادل؟ هو اولا لا، ما اعتقدش ان رحيل ساديو ماني هو السبب. يعني هو ساديو من الموسم اللي كان يورجن كلوب بيعتمد عليه مش في مكان الجناح، بيعتمد عليه في مركز المهاجم، لان هو كان من ساعه ما جاب لويس دياز هو اللي بيلعب في مركز الجناح ده. مركز المهاجم ليفربول ضم فيه داروين نونيز، الصفقه القياسيه بالنسبه للنادي، لكن هو الفريق بيعاني من اكتر يعني ظروف كتيره جدا، رغم انه بدا الموسم بالفوز بالدرع الخيريه او لو زي مثابه كاس السوبر في انجلترا على مانشستر سيتي. كان في طموحات كبيره جدا عند جمهور ليفربول، لكن ثلاث مباريات تعادلين وخساره امبارح من مانشستر يونايتد في المباراه اللي بتعتبر مباراه يعني ديربي او مباراه بين اكبر فريقين في انجلترا، فكانت طبعا خساره قاسيه شويه. لكن زي ما كنت بقول، يمكن غياب عدد كبير جدا من اللعيبه، جويل ماتيب وابراهيم كوناتي في الدفاع، تياجو في وسط الملعب، داروين نونيز كمان اللي اطرد في المباراه اللي فاتت، فاكثر من حوالي 19 لعيبه من التشكيله الاساسيه او منهم 8 من التقسيم بتوع ليفربول ما كانوش موجودين. ده مأثر كتير جدا على شكل الفريق، زائد ان في حاله ارتباك كده واضح كمان كان من تصريحات كلوب سواء قبل المباراة أو بعد المباراة، إن في زي شد وجذب بينه وبين إدارة النادي، لأن هو طلب واضح إن هو طلب أكتر من لاعب في منطقة وسط الملعب تحديدا، لأن عنده مشكلة إصابة تياجو المتكررة، إصابة نبي كيتا المتكررة، واللي أصبح كمان على وشك إن هو يمكن هيمشي في فترة الانتقالات الحالية، لأن كلام كتير إنه طلب إنه يمشي من ليفربول. فما حصلش تعويض للعيبه اللي مشيت او اللعيبه اللي هتمشي، زائد يعني يمكن هي الصفقه الوحيده الكبيره اللي حصلت هي صفقه داروين نونيز. فابيو كارفايو لعيب ناشئ، كالمن رمزي لعيب ناشئ، فلسه قدامهم مستقبل يعني، لكن مش هم اللي هيشيلوا الفريق دلوقتي. اعتقد بدايه صعبه جدا لليفربول، وبدا يمكن حتى جمهور ليفربول يتكلم ان هو الدوري بقى بعيد السنه دي، خلينا مركزين في التوب فور عشان طبعا لسه بدري على الكلام ده. لا هو لسه بدري جدا. لسه 35 جوله كتير جدا يعني الدوري كله تقريبا، لكن طبعا اكيد في مشاكل في ليفربول الناس كلها معترفه بيها، واعتقد ده هيبقى دور كلوب اللي قال احنا عايزين يبقى انطلاقتنا الحقيقه من السبت الجاي في انفيلد لما ليفربول هيلعب مع بورنموث اعتقد ان شاء الله. مثلا طيب هو يعني برضو من موقع في الجول ما اعتقدش ان هو بعد عن نفس الموضوع تقريبا والمباراه، خليني برضو اقرا معاك استاذ عادل. هو بيقول المانشيت تين هاج يقتحم التاريخ وراتشفورد بيكسر الصيام، وابرز ارقام فوز مانشستر يونايتد على ليفربول. برضو امبارح نرجع ونقول ان هو كان اول فوز في الدوري لمانشستر يونايتد، يعني هل ممكن نشوف بعد كده زي ما بيتقال او زي ما متوقع نتائج واداء مختلف في المباريات القادمه ولا ايه الوضع ازاي؟ اكيد هو فعلا تين هاج يمكن اول فوز ليه بعد خسارتين في اول مباراتين من برايتون، وبعد كده خساره قاسيه جدا 4-0 من برنتفورد في الجوله الثانيه. فكان يمكن ده امبارح كان الفريقين داخلين وهم متعثرين في اول جولتين، يعني ليفربول تعادلين يونايتد خسارتين، فكان الماتش يمكن في ضغط عصبي كبير جدا على الفرقتين. لكن تين هاج ادار المباراه بشكل كويس جدا، بدا بضغط كبير جدا في اول ربع ساعه لغايه ما قدر يسجل هدف، تراجع بعد كده شويه، ساب الكوره يمكن لليفربول، كان هو المسيطر اكتر لكن كان بيعتمد على هجمات مرتده بشكل كبير جدا. هدف تاني في الشوط الثاني يمكن اللي اتكلم عليه كلوب ان هو في تسلل، الحقيقه الكوره فيها جدل حاصل من امبارح، لان كانت باينه قوي في الشاشه انها اوف سايد، وبعد كده الفار قعد يرسم الخطوط فتره لغايه ما قال ان هي لا مش اوف سايد. ففيها لغايه دلوقتي في مشاكل في الفار حتى في الدوري الانجليزي في كل المباريات يمكن.
فبعدها ليفربول ضغط، لكن مش بالشكل المتوقع، من مش ده الضغط بتاع ليفربول، مش ده الاداء اللي كان الناس مستنياه. قدر صلاح يسجل هدف في اخر 10 دقائق يمكن، لكن الفوز هيدي دفعه معنويه كبيره جدا لتنهاج، وخاصه ان هو كمان مع ضم كاسيميرو اللي كان امبارح بيتقدم في اولد ترافورد، مع ضم عدد تاني لسه من اللعيبه، في كلام على انتوني لاعب اياكس، في كلام على فرينكي ديونج من برشلونه، في اكتر من لاعب يونايتد عايز يضمهم الفتره الجايه، هل كريستيانو هيبقى ولا هيرحل، خاصه انه امبارح ما لعبش يمكن غير اخر 3 دقائق في المباراه. فاعتقد نتيجه امبارح دي هتاثر كمان على السوق، اللي يعني الفتره ال 10 ايام او الاسبوع اللي فات لنا على نهايه الانتقالات 31 اغسطس، اعتقد الفرقتين هيدخلوا السوق وهيحاولوا يضموا اكتر من صفقه في الفتره الجايه. كويس جدا. طيب هروح معاك سريعا لليوم السابع، وهو مش مانشيت، هو عامل زي كده اسمها ايه اناليسز، مثلا اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في الدوريات الخمس الكبرى، بنتكلم عن طبعا 2022، وحاطط خمس اسماء يمكن يتصدرهم مبابي طبعا باريس سان جيرمان بعدد 28 هدف. فانا سؤالي هنا اصلا يعني من كل ده، حضرتك ازاي شايف اصلا الصراع المبكر هنا على فكره هنا يعني اللقب الهداف في الدوريات المختلفه؟ يعني بتشوف ده مش تو ايرلي زي ما بيتقال، او صراع لسه بادئ بدري قوي ما نقدرش نحكم من دلوقتي؟ احنا لسه في بدايه الموسم، احنا لسه ممكن في دوريات تلعب فيها جولتين، دوريات تلعب فيها 3 جولات، لسه بدري قوي. يعني يمكن هو التقرير بيتكلم عن سنه 2022 عموما، وده برضه احنا لسه في شهر 8، فاحنا لسه السنه ما خلصتش يعني، لسه فيها كتير. لكن هو فعلا مبابي عامل موسم كويس جدا، بادي سجل يمكن 4 اهداف في اول مباراتين مع بي اس جي، وبي اس جي عامل بادي الموسم بارقام قياسيه، يعني كسبان 7-1 اخر مباراه، معناها كانت مباراه متوقعه ان تبقى صعبه على بي اس جي، وسجلوا هدف بعد 8 ثواني يمكن من السنتره، ميسي لعبها طويله مبابي سجل. لسه طبعا بدري، هو الواضح بس في الدوريات ان احنا عندنا في الدوري مثلا الفرنساوي بي اس جي او باريس سان جيرمان، وفي الدوري الالماني بايرن ميونخ بديد الموسم بقسوه شويه على المنافسين، يعني الفرقتين كسبوا 3 مباريات بعدد كبير جدا من الاهداف. الصوره لسه ما وضحتش في بقيه الدوريات يمكن، فخلينا نقول احنا لسه بدري، احنا لسه يمكن في اول 3 اسابيع من الموسم. الموسم ده كمان هيبقى غريب شويه لانه هيوقف لمده شهر ونص في وسط الموسم عشان كاس العالم، وده يمكن اللي كل المدربين بتتكلم عليه، ان احنا كاننا داخلين موسمين، لان هبتدي الموسم هوصل للكلايمكس او للذروه عندي، بعد كده هقف شهر ونص وهرجع تاني كاني بادي من بدايه الموسم تاني، فدي هتعمل مشاكل كتير عند انديه كتير، فخلينا نشوف الموسم الغريب ده هيمشي ازاي. حلو الموسم الغريب، هو فعلا موسم غريب، وزي ما حضرتك اتكلمت برضو فارق الاهداف غريب، بتكلم في 6 اهداف و7 اهداف، حاجات زي كده بنسمعها او بنشوفها، مش واخدين ابدا على ده او ما شفناهوش، مش كومن زي ما بيتقال. على كل حال استاذ عادل، انا سعدت اكيد بقراءه الاخبار والماتشات مع حضرتك وانا وكريم، شكرا ليك جدا. شكرا. شكرا جزيلا. زي عندهم زي عندينا يعني، عندهم تلاحم مباريات وبطولات، وابتدوا يشتكوا هم كمان.